Little man. man. Sweetheart. Little pumpkin. Angel face. ايه الكلمات ديت؟ They're the nicknames for kids. الاطفال معقوله؟ السلام عليكم. النهارده ان شاء الله معانا كلمات ممكن تستخدمها عشان تدلع بيها الاطفال الصغيرين، بدل ما تقول له باسمه ممكن تدلعه تديله ايه؟ اسم كده ايه خفيف لذيذ عشان تدلع الطفل او الطفله، وده اللي هنتكلم عنه النهارده بالتفصيل. انا جيمي. وانا ندى. لا ما اسمكش، اسمك ايه؟ ندى. ويلكم باك. قبل نبدا الدرس، لو انت جديد على القناه مشيش من غير ما تعمل سبسكريبشن، ولو انت معايا بقى فتره بشكرك على حسن المتابعه وعلى الدعم وعلى كل اللايكات الجميله اللي بتسيبها على كل فيديو، بنشكرك جدا جدا جدا. Let's get started. النهارده معايا شويه كلمات جمال جدا جدا ممكن تستخدمهم مع ايه؟ مع اطفالك، سواء كان طفل او طفله. تعالوا كده نبص على اول واحده. Sweetheart. طبعا انتوا عارفين كلمه heart يعني قلب، وسويت يعني عسل. احط قلب مع عسل يعني ايه؟ حته من قلبك كده يعني سويت هارت. لما يكون عندك ابنك ولا حاجه، هي سويت هارت كم هير، سويت يعني ايه؟ تعالى هنا كده يا ابني وبنت. سويت هارت ممكن تنفع مع ايه؟ مع بنت مع 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 البنت او مع الولد. ممكن تقول لبنتك سويت هارت او ابنك سويت هارت، فيعني بتمشي مع الايه؟ مع الاثنين. كلمه بعد كده ايه؟ هاني باني. هاني باني. كلمه هاني يعني bunny. عسل صح. وكلمه باني اللي هو الارنب. الارنب المعسل. هتقول لي يا عم ده ارنب معسل، ما ينفعش اقول ده لابن ده. هي عينه كده هنا في الغاب بيستخدموها مع اطفال، مع سواء معك مع بنت او ولد. هاني باني على فكره حاجه لذيذه جدا، ويعني ايه واحد عنده يعني ايه ولد كده كده يحس ان هو اكتف كده بيلعب وبيجري وبتاع، فهو ايه؟ هاني باني. هاني باني. قول لابنك ايه؟ هي كم هير هاني باني، ذيس ماي هاني باني. هاني باني. هاني باني. ليتل مونستر. ليتل مونستر. كلمة ليتل يعني ايه؟ صغير. مونستر يعني ايه؟ متوحش. يعني واحد متوحش كده. لكن اما احطهم مع بعض كده دايما بيستخدموا ايه؟ الاطفال اللي هم عندهم طاقه زياده، الاطفال اللي هي المرحه جدا جدا، فيقولوا اي هاف ا ليتل مونستر، يعني عندي عيل صغير كده واتش او يعني، بس وعسله يعني. ليتل مونستر. ليتل مونستر. كده بعد كده ايه؟ بامكن. 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 طبعا انتوا عارفين بامكن اللي هو ايه؟ بتاع اللي هي الكبيره دي، عامله زي الايه؟ عامله زي البطيخه كده. هي موجوده هنا، ما اعرفش موجوده في مصر مش موجوده في مصر. لا اكيد موجوده في مصر. اسمها بالعربي. ما علينا ما علينا. بامكن كده يعني ايه؟ مدوره كده شكلها جميله جدا جدا. فما تقول لبنتك او ابنك يا بامكن، ده برضك ايه؟ نظام دلع كده وكلمه حلوه لذيذه جدا. غير مع ايه؟ مع البنات او مع الاولاد. بامكن بامكن بامكن. كده بعد كده ايه؟ ليتل بير. Little bear. طبعا انت عارفين كلمه little يعني ايه؟ صغير. وكلمه bear اللي هو الدب. لما توصف بنتك او ابنك little bear يعني هو يعني كيوت قوي، يعني هو كيوت كده ولذيذ كده وطعم وعسوله وامور وبتاع. عشان كل الناس طبعا بتحب تاخد البير وتحضنه وهم بيناموا وبتاع ويحضنه وبتاع. little she is my little bear. Or he is my little bear. Little bear. Little bear. كده بعد كده ايه؟ cutie pie. cutie Pie. Cutie pie. Cutie pie. Cutie pie يعني كيوت يعني جميل. وباي اللي هو ايه؟ الحاجه اللي زي كده بتشرح عشان تاكلها، طعمها حلو ومسكره جدا جدا. لما توصف بنتك او ابنك كيوتي باي، ده يعني وصف كويس جدا جدا. She is my cutie pie or he is my cutie pie. Cutie pie. على فكره الاسماء دي كلها هنا مشهوره جدا هنا يا جماعه، هنا في الاجانب هنا سواء في امريكا او في كندا. دايما بيستخدموها مع اطفالهم على طول يعني باستمرار، محدش بيندع على ابنه باسمه ولا حاجه. هي ذيس ماي كيوتي باي او ماي ليتل بير ليتل مونستر. فدايما يعني مشهوره جدا مشهوره جدا جدا هناك. كده بعد كده ايه؟ سويتي باي. سويتي باي. فاكرين كلمه سويتي؟ على فكره قبل كده استخدمنا كلمه سويتي عشان تدلع بيها ايه؟ مراتك او حماتك او كده. برضك النهارده ممكن تستخدم سويتي باي مع الاطفال. يعني ابنك تقول سويتي يعني ايه؟ جميل. باي نفس موضوع كلمه باي، حطهم مع بعض كده سويتي باي. قولها لاي طفل صغير حاجه كده يعني ايه؟ يعني ايه دلع زي كده. سويتي باي. سويتي باي. كم بعد كده ايه؟ انجل فيس. انجل فيس. نوت انجل. اوعى اوعى هتقول انجل عشان ما ازعلش منك. اسمها لا لا. انجل فيس. انجل يعني ايه؟ ملاك. وفيس يعني وش. وش ملاك يعني. انجل فيس. انجل فيس حلوه جدا للايه؟ للبنات وليه؟ وللاولاد الصغيرين. انجل فيس. انجل فيس. واعتبر كده وصلنا نهاية الدرس بتاع النهارده. النهارده حبينا نعلمك شويه كلمات دلع كده للاطفال الصغيرين عشان تعلمهم صح. حاول تكرر مره واثنين وثلاثه، ولو انت مش عارف تكررهم وعندك اي سؤال حطه في الكومنت تحت الفيديو.
في نهاية الفيديو بنحب نشكرك على حسن المتابعة. الفيديو اللي عجبك عشان دعمني ودعمنا ده اعمل لايك للفيديو، وانت جيت على القناة متمشيش من غير ما تعمل سبسكريبشن عشان تشوف كل جديد ان شاء الله. Thank you so much for watching. Thanks for watching. No. And we'll see you next time. Enjoy the video and see you next time.